الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، السادة نواب وأعضاء المجلس الرئاسي، معالي سفير دولة تركيا الشقيقة، السيد وزير الدفاع، الأخوة الضباط وضباط الصف والجنود، والأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية لا يفوتنا أن نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الزكية دفاعاً عن هذا الوطن وعن مبادئ الثورة ومدنية الدولة، دولة القانون والدستور والتداول السلمي على السلطة، المبادئ التي ترسخت وارتسمت أسسها بدماء أبناء هذا الوطن المعطاء في حرب التحرير وحرب البنيان المرصوص التي هزمت فيها أعتى التنظيمات الأرهابية في مدينة سرت، وحرب بركان الغضب التي هزمت فيها من جديد مطامع حكم الفرد والعائلة. فالمجد والخلود للشهداء الأبرار، ونسأل الله الشفاء العاجل لجرحانا والعودة الميمونة لمفقودينا. وإننا نحتفل اليوم بافتتاح مركز عمر المختار للتدريب وبتخريج دفعة جديدة من طلائع الجيش الليبي ليكونوا حماة للوطن وصمام أمان حقيقي لحماية الشعب وسيادته وموارده وحدوده ومنافذه البرية والبحرية والجوية. إننا في رئاسة الأركان عازمون على النهوض بالمؤسسة العسكرية لتقوم بدورها المناط بها بضخ الدماء الشابة وفتح المجال لهم بالتدريب والتأهيل. فاليوم ندشن دخول العديد من قادة محاور القتال للعمليات العسكرية السابقة والقادة الميدانيين لتشكيلات القوات المساندة إلى الكلية العسكرية ليكونوا ضباط بالجيش الليبي. كما نفتتح أبواب مراكز التدريب بالمناطق العسكرية لدخول الراغبين من تسبيل جميع التشكيلات المسلحة للقوات المساندة ليكونوا ضباط صف وجنود حقيقيين داخل المؤسسة العسكرية تضمن لهم حقوقهم وتحميهم وتكفل لهم العيش الكريم وتنمي قدراتهم وتسخرهم لخدمة الوطن والمواطن. كما إننا نتطلع في رئاسة الأركان إلى دعم قيادتنا السياسية وشعبنا لتقوم مؤسستنا بواجبها الأكمل. وقد قمنا بعديد من الزيارات إلى الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات وإيصال صوت المؤسسة العسكرية إلى كافة الدول الشقيقة والصديقة. إننا نحرص على الأمن القومي لبلادنا وسيادة دولتنا، كما نحرص على أمن كل الدول المجاورة والعالم. نتشارك معهم في مكافحة الإرهاب والهجرة الغير القانونية والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والأبد العنف. اليوم نحيي الرجال الذين أمامي بمناسبة تخرجهم، ونحيي كل الفريق الذي ساهم وشارك في تجهيز هذا المركز، وكذلك طاقم التدريب الذي ساهم بشكل فعال في إنجاح هذه الدورة. ومن هنا ندعو كل الراغبين من جميع التشكيلات والمؤسسات المسلحة للانخراط بالمؤسسة العسكرية التي ستقوم بسواعد الرجال الأبطال من الوطنيين. علينا بوحدة الصف وجمع الكلمة لإنقاذ الوطن. بلادنا للجميع وبالجميع. وفي الختام ندعو للبشرية كافة بالتعافي من وباء العصر كورونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.